ولا بالمجلات والجرائد. ولما بنقول بالكتاب المقدس معناتها كلام الله. صح. لما اجى موسى، موسى ما غيره بده يقطع من ارض مصر لارض اللي بيعتقدوا انه الله وعدهم فيها، وفرجاه من بعيد، ما فات على الارض موسى، فات يشوع بن نون، طلع على الشمال هيك شاف جبل لبنان، بيقول له موسى لله: وهذا الجبل؟ بده اياه. قال له: اغمض عينيك، هذا الجبل هو وقف لي، لن تطأه قدماك، لا انت ولا كل من ياتي من بعدك. حلو. ففض فكرك يا حبيبي، هذا الجبل وقف الله. حلو. لو اجت امم الارض كلها وفتحت جهنم عليك كلها، هذا الجبل هو وقف الله. تستقوي بهذا الكلام؟ لا لا سلاح بقويك ولا امم الارض الحليفة تبعك بتقويك، كلام الله بقويك. قال له: هذا وقف الي. فاذا ما حدا يفكر من امم الدنيا كلها انه يطمع ياخد وقف الله، بيقبروا على الطريق قبل ما يوصل لهم. انه فينا نطمن اللبنانيين من الهجمات الداعشية، فيك تطمنهم من هجمات جهنم كلها، مين مكان يكون، لا من الداخل ولا من الخارج. لبنان وقف الله. حلو. من